فيما بعد قاد قياديو حزب البعث الحاكم وقيادات الجبهة الوطنية التقدمية التابعة للنظام السوري حملة مضادة للمنتديات، وأعلنت السلطات السورية تعليق أنشطة هذه المنتديات ووضعت شروطا لانعقادها تتمثل في أخذ الإذن قبل 15 يوما من الموعد المحدد لأي نشاط، وبقائمة تتضمن أسماء الحضور ونسخة من المحاضرة التي ستلقى، وهو ما يمثل مطالب تعجيزية لدى البعض، وبدأ أنها تهدف لوقف النشاطات بدل تنظيمها. فمن بين 70 منتدى كانت موجودة قبل فرض تلك القيود سمح لمنتديين فقط بالاستمرار،